صباح الخير. اسمي صديق خان وانا عمدة لندن. شكرا جزيلا لكم جميعا لتخليكم عن صبيحة السبت لكي تنضموا إلينا في هذا اليوم. بطبيعة الحال أستطيع أن أصدق ما جرى خلال اليوم الماضي نحن هنا في كاتدرائية صدق لأنني أردت أن أبدأ عمادتي هذه بينما أمضي قدما في هذا المنصب أنا مصمم على قيادة إدارة متاحة للجميع شفافة ورائعة لم يرها اللندنيون من ذي قبل ولكي أمثل جميع المجتمعات المحليه وجميع اجزاء لندن كعمده هذه المدينه. اردت اذا ان اقوم بهذه الاحتفاليه هنا في هذه الكاتدرائيه التي يحيط بها اللندنيون من خلفيات مختلفه ودورين لورنس هي التي قدمتني وهي بذلت جهودا مضنيه في هذا المقام أريد ان اشكرها. ربما قد لا تعرفون انني ترعرعت في مسكن حكومي شعبي يبعد فقط بضعه اميال عن هنا ومنذ ذلك الحين لم افكر تماما ولم اتخيل انني ساقف هناك عمده لهذه المدينه انا هنا في هذا الصباح بسبب الفرص والمسانده التي وفرتها هذه المدينه لي ولاسرتي وان طموحي الملح لهذه المدينه الذي سيشكل مناره لعمادتي هو ان اتاكد من ان جميع اللندنيين ستتاح لهم الفرص كما اتيحت لي الفرص واتاحتها هذه المدينه اذا شكرا لكتدرائيه صدق وشكرا لاندرو نون العميد الذي سمح لنا لاستخدام هذا المبنى وخدمه هذه الكنيسه وشكرا جزيلا لكم جميعا لوجودكم معنا اشعر بالتواضع واعدكم بالتالي اعدكم بانني ساقوم بكل ما بوسعي لكي اجعل هذه المدينه افضل سوف اكون عمده للندنيين جميعا شكرا جزيلا لكم سوف ننتقل الان للامور الرسميه جيف جايكوب وهو المدير التنفيذي لهيئه لندن الكبرى سوف يدير الاجراءات الرسميه صباح الخير سيدي عمدة لندن صباح الخير سيداتي وسادتي إن من دواعي فخري وسروري وشرفي أن أدعو العمدة الجديد لكي يوقع على إعلانه قبول المنصب والذي سأشهده بالنيابة عن هيئة لندن الكبرى وبتوقيعه على هذا الإعلان صديق خان سوف يأخذ على عاتقه رسميا هذا المنصب منصب عمادة لندن ل. يفي بواجباته على نحو مخلص وفقا لأفضل حكمه وقدرته سيدي العمده تفضل بالتوقيع